تصاعدت الصراعات السياسية في الفترة الأخيرة على اختيار محافظ البصرة، وذلك بعد رفض كبير من قبل الإطار التنسيقي القوى المهيمنة على العملية السياسية. لكن المعادلة تغيرت، وتمكن العيداني من تحقيق أغلبية كاملة على تجديد ثقته من قبل أعضاء المجلس في أولى جلساته. شكرا لكل البصريين باعتبار أنه هم وحدة واحدة، إن شاء الله سيكون هذا المجلس والمحافظة منسجمين بالعمل من أجل المضي والاستمرار ببناء هذه المدينة والنهوض بها وخدمة كل أهلها. التوافقات السياسية من أجل المدينة قائمة وتستمر إن شاء الله بفريق منسجم يعمل وحدة واحدة بالجميع حتى مع من لم يحضر الجلسة. تجلى في الجلسة الأولى دعم قوي من قبل تحالف تصميم للعيداني الذي تم اختياره في الانتخابات بأغلبية كبيرة، وقد عبرت نتائج الاقتراع عن إرادة الشعب في اختيار العيداني لتولي إدارة المحافظة. العملية الديمقراطية في العراق تسير بخير بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل القادة السياسيين وبفضل الشعب العراقي. لولا الشعب العراقي لكان هناك انتخابات ولا كان هناك ديمقراطية. واليوم أثبت الشعب العراقي بتواجد أعضاء مجلس محافظة البصرة واختيار رئيس مجلس ونائب رئيس مجلس واختيار محافظ ورغبة البصريين بقائمة تصميم وقائمة كتلة البصرة، اليوم العرس الانتخابي اكتمل وإن شاء الله عجلة الإعمار مستمرة. مع تصاعد التوترات السياسية والتحديات التي تواجه مدينة البصرة، حيث كانت الجلسة تحمل أهمية خاصة لاتخاذ قرار بشأن من سيكون على رأس إدارة المحافظة في الفترة القادمة، ليظهر تجديد الثقة للمحافظ الحالي احترام إرادة الناخبين الذين قرروا مصير مدينتهم للسنوات الأربع القادمة. من البصرة، مصطفى الشمري، التغيير الفضائي.